السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا ويا مرحبا ومسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي تراحيب. نعم حياكم الله مشاهدينا الأعزاء، وأيضا أحيي زميلي وأخوي الكبير ناصر الخليفي، مرحبا ومسهلا يا أبو مبارك. إن شاء الله اليوم تكون حلقتنا مميزة في مواضيعها المتنوعة والمتعددة مشاهدينا الكرام. نعم إن شاء الله يا أبو ثامر، ومثل ما تعرفون راح يكون معانا إن شاء الله المهندس صالح بن علي الكواري على الشروط والأسس المعينة اللي بيمنحها المجلس الأعلى للاتصالات للمواقع الإلكترونية. الله يمسيك بالخير. مساك الله بالخير والنور والسرور. شلونك يا صالح؟ الحمد لله بخير. طيب الحمد لله الله يا مرحبا، والله الساعة المباركة. حياك الله اخوي صالح الكواري معنا في برنامج ترحيب وقناة الريان، وراح نرجع لك بعد ما نطرح بعض العناوين لمشاهدينا الكرام. مشاهدينا ايضا في سياق الحلقة سنتعرف وياكم على ملتقى السرد بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اقامته إدارة الثقافة والفنون بوزارة الثقافة والفنون والتراث بالتعاون مع قطاع الشؤون الثقافية والإعلامية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفي موضوع آخر إن شاء الله مشاهدين بنتعرف أيضا على حملة غرس بلادي اللي دشنتها بلدية الضعاين وشركة أوركس جي تي ال. نعم، البداية مع إدارة نطاقات الإنترنت بقطر التي تغطي كافة النطاقات القطرية، ويمنح المجلس الأعلى للاتصالات ترخيص المواقع الإلكترونية ضمن شروط وأسس معينة. للاطلاع عليها وعلى النطاقات المتاحة والقوانين الناظمة نلتقي المهندس صالح بن علي الكواري نائب الأمين المساعد للشؤون التنظيمية. يا مرحبا يا مرحبا فيك أخي صالح، الله يحييك معنا في الله يحييك بيك شيخ وأيضا في قناة الريان، سعداء بتواجدك معنا. يمكن تكون البداية أو أول سؤال نقوله معك، ما هو النطاق؟ أنا يعني شخصيا حاب أعرف معنى النطاق القطري بالإضافة إلى أهميته. أول شيء أشكر قناة الريان على استضافتهم وأعطانا هالفرصة عشان نبين حق الشعب القطري أهمية الموضوع في هالوقت. قبل نروح حق النطاق القطري خلينا نتكلم إيش النطاق. نعم أنا حاب أعرف معنى النطاق أصلاً في البداية. النطاق نعم. الله يسلمك هي الكلمة اللي تتبع النقطة أو الدوت، يعني مثلاً بعطيك مثال، عندك جوجل دوت كوم. صحيح. كوم هو النطاق الأعلى لهالكلمة. في ايضا النطاقات الاعلى لترميز الدول اللي هي تتكون من حرفين، مثلا google.com.qa دوت كيو اي اللي هو لدوله يعني. قطر. نعم. ومثلا .co.uk للمملكه المتحده وكذا. نعم. النطاقات القطريه هي هويه الشخص على الانترنت، يعني اذا كنت مواطن قطري وحاب انه يكون عندك موقع تاخذ لك على نطاق الدوت كيو اي او دوت قطر، واذا كنت ايضا صاحب شركه او عندك بزنس في قطر تاخذ لك موقع في هالنطاقين، وايضا المقيم بعد بامكانه انه هو ياخذ يعني في النطاقات القطريه. اذا كان عنده شركه مثلا المقيم، لا مش شرط انه يكون عنده شركه، اي واحد من العامه يقدر ياخذ له حرفين. حتى الشركات اللي خارج دوله قطر اللي عندها سلع او عندها شيء تبي تروج له في داخل دوله قطر عندها فرصه كبيره ان هي تاخذ في النطاق القطري. بعطيك مثال، مثلا عندنا حاليا يعقد في الدوحه مؤتمر المناخ. صحيح، وهذا طبعا من اهم المؤتمرات، من أهم المؤتمرات ايضا في الشرق الاوسط والاول عندنا في قطر. اخذوا هم الموقع، حبوا يكون الموقع مالهم طالع من قطر، فهو موجود COP18.QA. هذا يعطيك انطباع انه طالع المؤتمر من دولة قطر، وأهمية هالمؤتمر في موضوع المناخ من طابع محلي من الدوحة، يعني مثل هالشيء يعني. نعم أهمية. مهندس صالح، متى تم استحداث هاي النطاق؟ سامح لا تفضل حبيبي الأول وبمبارك. بالنسبة حق النطاق القطري باللغة اللاتينية دوت كيو اي، فتم أول تسجيل فيه في عام 1996، ونقل صلاحيات هذا النطاق لإدارة النطاقات الإنترنت للمجلس الأعلى للاتصالات في عام 2010 بموجب قرار أميري رقم 16 مادة 61 في قانون التجارة والمعاملات الإلكترونية. أما بالنسبة للدومين القطري باللغة العربية دوت قطر، فقام المجلس الأعلى للاتصالات بتقديم الطلبات لهيئة الآيكان المتخصصة في شؤون الإنترنت والأرقام في نوفمبر 2010، والحمد لله حصلنا على الموافقة عليها، وإحنا يعني المجلس الأعلى للاتصالات قام بتقديم الطلبات بالنيابة عن دولة قطر،
وبدأ في 2010 أخذت الموافقة. أي نعم. نعم. وبدأ التسجيل فيها لكافة الشعب يعني في شهر سبتمبر 2011. طيب من هو المسؤول عن إدارة النطاقات هذه وكيفية أيضا يعني التسجيل في النطاق القطري الحالي؟ طيب ناخذها أول واحدة واحدة يعني. نعم المسؤول عن إدارة المسؤول النطاقات عن مثلا. هي إدارة نطاقات الإنترنت في المجلس الأعلى للاتصالات. فبموجب القانون الأميري رقم 16/2010 أعطانا كافة الحقوق أن إحنا ندير هذه الملكية القطرية ونعطيها بمن ينوب عنا يعني. ولما أتكلم عن شيء أتكلم عن المسجلين المعتمدين. السؤال الثاني شيخ سؤال كيفية التسجيل. التسجيل ينقسم حق ثلاث أنواع. أول شيء إذا كان بالنسبة حق المؤسسات أو منظمات حكومية أو فرضا منظمات غير ربحية. نعم. فهذه تتم عن طريق ملء استمارة إلكترونية موجودة في الموقع اللي عندنا domains.qa أو نطاقات.قطر باللغة العربية. وإذا كان راح يأخذون النطاق مالهم تابع في سلطتنا يعني مثلا أي جهة تعليمية .edu عندنا، المدارس .sch عندنا، الجهات الحكومية .gov أو الجهات الأمنية .mil. يعني نقدر نقول أن كل جهة عندكم لها مثلا هذه تقدر تسجل عن طريقنا إحنا في المجلس. نعم. الصلاة. أما إذا كانت شركة محلية في الدوحة أو ربحية مثلا أو مؤسسة ربحية أو مؤسسة ربحية. نعم. ممكن هي تسجل عن طريق مسجل معتمد محلي في الدوحة. بالنسبه حق بعد اذنك مهندس صالح يعني احنا نسمع بالمسجل المعتمد احنا بنعرف شو المقصود منه يعني ان شاء الله. بس ايوه بدي اكمل اخر جزئيه بس من الجواب. تفضل. اذا كان اي حد شخصي يعني حاب انه هو ياخذ فبكل سهوله انه هو يتصل لاي مسجل معتمد موجود عندنا لسته فيهم في الموقع ويختار له واحد من المواقع هم بيقومون بالنيابه عنا بالتسجيل وتجديد او باختيار الاسماء ودفع الرسوم لهم. طيب ليش ما يكون هو على طول يتعامل معكم مثلا؟ والله هي الطريقه كذي ان لازم يكون عن طريق مسجلين معتمدين. نعم نعم. المسجل المعتمد وصلنا عنده. المسجل المعتمد هو يعني يعتبر مثل اي فرد او هيئه معتمده من اداره النطاقات في المجلس الاعلى للاتصالات ان هي تقوم بالنيابه عن اللي حاب يختار له موقع ويسجله ان هي تقوم بالتجديد او تسجيل او تعديل وتستلم يعني رسوم بالنيابه عنه. خلاص بناء عليه يصير يصير عنده. وطبعا العمليه إيه؟ سهله يعني جدا يعني. اي نعم العمليه سهله مقام الشخص او المؤسسه او الهيئه في نفس الوقت يعني. بالضبط هذا هو. وفي في في رسوم لها بعد وفي والله هي في رسوم بس جدا رمزيه يعني هاي اللي نتمناه احنا اي نعم لان احنا بدنا نشجع صراحه ان الشباب القطر اللي عنده منتديات واللي يعني. عنده يعني مواقع او عنده حد عنده هوايه انه هو ياخذ في النطاقات القطريه لان هي بتزيد يعني من المحتوى الرقمي القطري بتزيد من بتحل الفجوه الرقميه اللي موجوده حاليا. صح. عندنا بيكون صراحه وجود المحتوى القطري في الانترنت بزياده. نعم. طيب انا الحقيقه بعد هالكلام الجميل هذا عن النطاقات وايضا عن خلينا نقول مؤسسة الاتصالات نفسها ابي اعرف اهميه النطاقات هذه اهميتها بالنسبه للموضوع يعني ما شاء الله انت تشوف يعني في عندنا هنا مجلس الاعلى للاتصالات وايضا انتم مهتمين فيها بالنسبه للمؤسسات والهيئات الربحيه. نعم. وغير ربحيه اهميتها. طيب اهميه النطاقات مثل ما قلت لك النطاقات القطريه هي هويه الـ البلد مثلا البلد نفسها يعني. نعم. هويه المحتوى نفسه بيكون في عندك يعني مثلا بالنسبه اذا بناخذ مثال دوت قطر غير ان هي بتسوي ملء الفجوه الرقميه الموجوده يعني في كثير من المستخدمين. نعم. ما عندهم اللغه الانجليزيه قويه فحابين يستخدمون الانترنت باللغه العربيه ممكن انهم يستخدمونه في عندك زياده المحتوى العربي من خلال هذا النطاق. أي. دعم تطبيقات وبرمجيات باللغه العربيه في الانترنت عن طريق النطاق القطري. حلو. أي نعم. زين اول موقع عند الصالح تم تدشينه باللغه العربيه هو المجلس الاعلى للاتصالات يعني بما ان احنا يعني المسؤولين ما حد يقول باب النجار مخلع ما يصير بس طبعا يعني في مواقع كثيره يعني سجلت في تمت يعني باللغه العربيه مهتمين جدا ان هم يعني مثال عندك جامعه قطر عندها جامعه دوت قطر عندك حكومي دوت قطر حكومه دوت قطر عندك الاعلى داش الاتصالات دوت قطر. طيب ممكن اخذ يعني او ناخذ معلومه ايضا لنا والمشاهدنا الكريم يعني عن رسوم النطاق مثل ما قلت لك يعني هو هي الرسوم هي احنا مخلينها مفتوحه على اساس ان احنا نشجع المنافسه
بين المسجلين المعتمدين. طيب شلون مفتوحة؟ يعني كل واحد قاعد ياخذ لك الله يسلمك يعطي المستهلك رسوم تقديرية، يعني لو فرضا ممكن أذكر لك إياها من 100 إلى 250 يعني مش ريال في السنة، مرة واحدة في السنة بعد إيه؟ من 100 إلى 150. وبعضهم يقول لك يعطيك استضافة مجانية، يعطيك الله يسلمك صيانة، على حسب يعني أنت تشوف تدخل على المسجلين وتشوف المزايا اللي أنت تناسبك والأسعار، فهي ولا شيء. والله مهندس صالح عندك فكرة يعني كم عدد المسجلين؟ اي نعم، المسجلين المعتمدين حاليا من مجلس اعاده الصلاه هم 12 مسجل حاليا، وهم في طور الزياده يعني هم اللي عديتهم الجامعه وال... لا لا، هذا الشيخ المواقع اللي سجلت طيب. هاي انت تتكلم عن المسجل المعتمد اللي المعتمد. هو يسجل بالنيابه عن الشخص. طيب الموافقه تمت 2010 بالنسبه للدوت قطر. طيب واجهكم صعوبات في بدايه انطلاق نقول النطاقات يعني على مستوى قطر؟ والله الصراحة شو أقول لك، يعني هو أكيد يعني الاستيفاء الطلبات نفسها فيها صعوبة شوية، بس الحمد لله. صعوبة في إيش؟ صعوبة في استيفاء الطلبات نفسها، يعني هي مش بس تعالوا قدم الطلب، هي تحتاج صراحة بعد بما أن أنت ذكرت شيء ودي أني يعني أشكر الجهات اللي يعني ساعدتنا الصراحة فيها الأمر، مثل جامعة قطر، مثل جهات كثير صراحة والله مو بحاضرة في بالي. احنا ايضا من خلال برنامج ترحيب انا وابو مبارك نشكرهم ايضا ونقول لهم الله يعطيهم العافية. وطبعا احنا نتمنى يعني تكاتف الجهود في مثل الاشياء المثمرة اللي يعود او يعود اثمارها هذا على دولة قطر. طيب الصعوبات هذه اللي واجهتكم؟ الحمد لله يعني هي مشت بثلاثة، بس بالنسبة حق التقديم الطلب للدوت قطر احنا كنا صراحه من اوائل دول العالم اللي حصلنا على هالموافقه، يعني خامس عربيا لما لقيناها، والحمد لله لقت رواج كبير صراحه في الدوله، وعندنا ازدياد في الطلبات يوميا في التقديم لهذا النطاق. حلو جميل. طيب وفي مهندس صالح في مبادرات جديده يعني من جهه المجلس الاعلى للاتصالات؟ والله صراحه اي نعم ان شاء الله، انا حاب ان يعني اقول عن طريق برنامجكم ان شاء الله المجلس الاعلى للاتصالات تقدم على طلب للنطاق علو جديد عند هيئة الآيكان المتخصصة في شؤون الانترنت والأرقام باستحداث نطاق علوي اسمه دوت دوها بالإنجليزي. هذه إن شاء الله النطاق راح يكون متخصص حق المشاريع والمؤسسات أو الأحداث اللي راح تكون موجودة في الدوحة، بتعطي ايضا رواج لمدينه الدوحه، يعني احنا ودنا ان احنا الدوحه تستاهل اكثر من كذي. احنا طبعا اكيد طبعا اكيد مثل هالنطاقات لها ارقام معينه مثل مواقع محدده ممكن تسجل فيها ولا مفتوحه؟ هي مفتوحه، يعني شوف ميزه النطاقات القطريه ان مش عليها طلب عالميا مثل يعني ما زالت جديده، فانت لو حاب ان انت عندك اسم معين بتحصله موجود في النطاقات القطريه، مو بلازم ان انت والله تاخذ لك موقع تستخدم اسم مبهم او حروف او ارقام على اساس ان انت خلاص كل العالم خذت هاي. للحين ما زالت في فرصه، فاللي حاب انه ياخذ ان الحين بتكون له فرصه ممتازه انه هو يختار الاسم اللي يبغاه. حلو، انتم عندكم لو كيو اي وقطر. كيو اي ودوت قطر حاليا. طيب دوت قطر هذا باللغه العربيه؟ باللغه العربيه اي نعم. طيب والجديد اللي جاي الدوحه ان شاء الله. دوت الدوحه ان شاء الله. الدوحه بيكون بالعربي ولا ايضا بالانجليزي؟ بالانجليزي، لان هي لما افتحت الهيئة افتحت حق المدن، ففي طلب كبير يعني عالميا عليها، دوت نيويورك عليها، دوت دبي عليها، دوت لندن، كل يعني المدن العالمية طالبة ومقدمة على هالشيء، واحنا الحمد لله مقدمين عليها، وان شاء الله بإذن الله يعني المرحلة الأولى تم الموافقة عليها، وناطرين ان شاء الله على 2013 ما شاء الله. احنا في أمس الحاجة مهندس صالح، طبعا احنا بالضبط مقبلين يعني على عندك على كأس العالم بالضبط 2022 راح ان شاء الله باذن الله يكون في دوت دوحه. هذا مثل ما قال اخوي ابو ثامر رؤيه قطر ان شاء الله، هذه احنا اللي نتمناها ونبي نوصل في هالرؤيه ذي ان شاء الله، ويكون كل الامور سهله ان شاء الله باذن الله. طبعا المجلس الاعلى للاتصالات يعني مشكور على مثل هذه المبادرات الجميله اللي مثل ما قلت انا يعود يعني فضلها او يعود مثلا ثمارها لدوله قطر. هل هناك مشاريع جديده مقبلين عليها او يعني راح يعني خلينا نقول تصفحون عنها ان شاء الله في الايام المقبله باذن الله؟ غير الدوحه. غير الدوحه نعم. والله ان شاء الله في المستقبل القريب احنا دائما عندنا مبادرات، ودائما عندنا يعني نحب نعمل مشاريع في صالح المستهلك القطري وفي صالح المواطن القطري، لان احنا جهه مساعده يعني في الدوله. نعم. فان شاء الله كل شيء في وقته حلو. نعم. اكيد عندهم اخبار ما يبون يعطونا اياها. لا والله بالعكس انا اعطيتكم الحين على الدوحه ما حد يدري فيه احنا ما راح نخليك ان شاء الله.
هالمرة أنت ويانا في هاللقاء، وإحنا إن شاء الله ناويين على الأيام الجاية إن شاء الله أنك تكون معنا، نشوف تدشين الدوحة ونشوف الجديد اللي خاش علينا الحين يا أبو ثامر، ونشوفه إن شاء الله في الأيام الجاية إن شاء الله عشان نشوفكم. مهندس صالح الكواري الساعة المباركة، وإحنا تشرفنا يا مرحبا، وان شاء الله ان كنا اخفاف عليك ان شاء الله. لا بالعكس والله، هذه سعاده. صالح معي الكواري نائب الامين المساعد للشؤون التنظيميه، نشكرك على تواجدك معنا في قناه الريان وايضا في برنامج ترحيب، ومثل ما قال ابو مبارك اخوي الكبير ان شاء الله بكلنا لقاءات مستقبليه معكم باذن الله. شكرا لك، الله يعطيكم العافيه.